مرحبا. بالقرن السابع عشر قدر العالم الألماني يوهانس كيبلر إنه يوصف حركة الكواكب بالمجموعة الشمسية باستخدام 3 قوانين اكتشفهم وتسموا بعدين على اسمه. واليوم بهذا الفيديو حابب إنه أحكي لكم عن هدول القوانين. قانون كيبلر الأول بيقول إنه الكوكب وقت بيدور حوالين الشمس بيدور بمدار إهليليجي، أو بتعبير آخر بيكون شكل المدار على شكل قطع ناقص، والشمس بتكون موجودة بواحد من المحرقين الخاصين بالقطع الناقص. مثل ما بنعرف القطع الناقص بيكون عنده دائما محرقين، الشمس حسب قانون كيبلر الأول بتكون موجودة بواحد من هدول المحرقين، والكوكب بيكون عم يدور على محيط القطع الناقص. هذا هو بكل بساطة قانون كيبلر الأول. قبل ما أحكي عن قانون كيبلر الثاني، بدي أتخيل إنه في خط بيوصل بين الكوكب وبين الشمس، لأنه قانون كيبلر الثاني بيقول إنه الخط التخيلي أو الوهمي اللي بيوصل بين الكوكب وبين الشمس بيمسح أو بيقطع مساحات متساوية أثناء حركة الكوكب بفواصل زمنية متساوية. لحتى أشرح قانون كيبلر الثاني، حاولت أرسم رسم توضيحي. بنشوف في مدار لكوكب بشكل إهليليجي أو على شكل قطع ناقص مع وجود الشمس بأحد المحرقين حسب قانون كيبلر الأول، ورسمت الكوكب بالموقع واحد مع الخط الواصل بينه وبين الشمس، بعدين رسمت الكوكب بالموقع اثنين مع الخط الواصل بينه وبين الشمس، بعدين حددت المساحة يلي قطعها الخط بتحرك الكوكب من الموقع واحد للموقع اثنين، بعدين كررت نفس العملية بالنسبة للموقعين 3 و4، بحيث يكون الفاصل الزمني المطلوب لتحرك الكوكب من الموقع 3 للموقع 4 هو نفس الفاصل الزمني المطلوب لتحرك الكوكب من الموقع 1 للموقع 2. قانون كيبلر الثاني بيقول أن المساحتين المحددتين متساويتين لأن الفواصل الزمنية متساوية. رح أعيد إذن قانون كيبلر الثاني اللي بيقول أن الخط التخيلي أو الوهمي اللي بيوصل بين الكوكب وبين الشمس بيمسح أو بيقطع مساحات متساوية أثناء حركة الكوكب بفواصل زمنية متساوية. بنلاحظ هون أنه المسافة على المدار يلي قطعها الكوكب بتحركه من الموقع 3 للموقع 4 هي أقصر من المسافة على المدار يلي قطعها الكوكب بتحركه من الموقع 1 للموقع 2، رغم أن الفواصل الزمنية كانت نفسها. نستنتج إذن أنه سرعة تحرك الكوكب على المدار من الموقع 3 للموقع 4 هي أبطأ من سرعة تحرك الكوكب على المدار من الموقع 1 للموقع 2. قانون كيبلر الثاني عم يقول إذن ضمنياً إنه سرعة تحرك الكوكب على المدار بتكون متغيرة وبتكون أبطأ كل ما زادت المسافة بين الكوكب وبين الشمس. هاد كان قانون كيبلر الثاني. قانون كيبلر الثالث بيحكي عن العلاقة بين الزمن المطلوب من الكوكب لإتمام دورة كاملة حول الشمس، ويلي رح أعطيه الرمز T، وبين البعد المتوسط بين الكوكب وبين الشمس، ويلي بهالمثال رح أعطيه الرمز R. قانون كيبلر الثالث بيقول إنه T قوة 2 تقسيم R قوة 3 بالنسبة لأي كوكب بالمجموعة الشمسية بيعطينا القيمة نفسها. وهون بنستنتج بأنه كل الكواكب اللي بتكون أقرب للشمس من كوكب الأرض بيكون فيها البعد المتوسط أقل من البعد المتوسط بين كوكب الأرض وبين الشمس، وبالتالي حسب قانون كيبلر الثالث بتتطلب زمن للدوران حول الشمس دورة كاملة أقل من الزمن المطلوب من كوكب الأرض لإتمام دورة كاملة. ونفس الكلام منطبق بالنسبة للكواكب الأبعد عن الشمس من كوكب الأرض، واللي بتتطلب زمن لإتمام دورة كاملة أكثر من زمن سنة أرضية. هذا كان قانون كيبلر الثالث والأخير. شكراً.